المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية هو الوزير سليمان فرنجي. ترشيح علني لرئيس تيار المرده سليمان فرنجي يفتح أبواب المواجهة بين الحلفاء. هل انكسرت الجرة؟ مواقف ومؤتمرات إقليمية ودولية ومواجهات بين القوى السياسية، هل يسبق التصعيد التسوية الرئاسية وعلى حساب من؟ مناورات بين التصعيد والدعوة للحوار لانتخاب رئيس، كيف ستعيد القوى السياسية تموضعها؟ مخاوف أمنية وتأزم في الملفات الاجتماعية والاقتصادية، هل ينتخب الرئيس 14 قبل الانفجار؟ الرئاسة في المربع الأخير في 2030 مع ألبير كوستانيان. وضيوف الحلقة: أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، النائب فادي كرم عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب جورج عطلة عضو تكتل لبنان القوي. 2030 الاثنين 9:30 مباشرة على الـ LBCI.